كان لنا شرف اللقاء في الأسبوع الفاطمي في بين الحرمين من كربلاء المقدسة، ومشاركة طرف باب بغداد. سلام عليكم. السلام عليكم. قواكم الله الغالين حجي مهدي، حجي أموري، أمير قردلة، حجي رسول وزني، وأبو علي. حجي مهدي، بما أنه أنت جنابكم الكريم كفيل طرف باب بغداد، نعم يعني مساعد كفيل طرف باب بغداد والقائم بهذه التحضيرات، نرجو أن تطلعنا على شيء من مشاركتكم هذه في الأسبوع الفاطمي. اللهم صل على محمد وآل محمد، كذلك هو يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. احنا باستشهاد الزهراء سنويا من قامت هاي البانوراما والمجالس ولهذا احنا مشاركين وياها طرف باب بغداد، فكل سنة نعرض في الشيء نخلي في هذا الشيء. هالسنة عندنا القبل الزهراء النعش الزهراء فترمز إيحائي الإمامة مالت الإمام علي شلون نايم على النعش، وعندنا هاي الباب والدفرة مال الملعون عمر اللي انضرب الزهراء. نعم كلها إيحائي. أبو ما أتصور. نعم أبو يوسف. نعم هذا هاي أبيات شعر المرحوم عبود غفله، يقول سهم لو بسمار صاب ابن الطهر، حلو ضلع كسرو بالحوافر لو صدر، هاي مجسمه هنا كل هذه الابيات. نعم في هذا هذا الطفل، هذا البوستر، وهذا الامام الحسين جاوبوني الاصل بسمار وضلع والسهم والصدر صاب من طريق من هجوم الدار شجع الجمع، هذا الهجوم الذي اجرى على دار الزهراء عليه السلام، فقالوا له الزهراء خلف الباب، قال وين؟ وين؟ هذه تدل على رفسته لهذا المكان. هاي باب بنار تذهب له خيم، هاي باب بنار تسعر له خيم، حمل هذا الصدق له طفل انفطام، هذا طفل حسين مصيوب سهم لو المحسن صدق له طفل عظيم. الله اكبر الله اكبر. هذا يدي الى حرب الخيم، هذا يدي. نعم هاي باب بنار تذهب له خيم، هذا المقام اللي مال هاي الابيات جسدت في هذا احنا البانورامي اللي طرف باب بغداد. مداخله قيمه من حجي عبد الامير الاموي، شكرا شكرا لحضوركم، شكرا لمشاركتكم. طبعا كربلاء تفتخر برجالاتها وهيئاتها وباشخاصكم. شكرا، في امان الله. في امان الله. حبيبي عزيزي رحم الله والديك.